بسم الله الرحمن الرحيم. دي الجلسة الثانية، وهما طبعا الشير بيرسون في جزء كبير منهم يعني في اعتذار البركة في بناتنا بقى وشاباتنا الجميلات الدكتورة دعاء غانم والدكتورة منال سيد. فهنبتدي بابننا الابن اللي ما خلفتوش الدكتور هاني مبارك من اليمن الشقيق. هاني ده كان جاي هنا في يعني أخذ الماستر وبعدين خد الزمالة وتعاون معنا في البروجكت بتاع الجي دي ام، وأنا بعتبره ابني يعني الرابع بقى بعد الولاد التانيين، وهو متواصل معنا الحمد لله وعامل شغل كويس جدا جدا في اليمن وماسك الزمالة في اليمن، فربنا يوفقه. وهاني ليه باع في بقى الاوبيزيتي والنيوتريشن، فهيتكلم عن الاوبيزيتي نون جلايسيميك ستاندرد ان دايابيتكس. اتفضل دكتور هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا استاذتنا الفضله دكتوره لبنى التوني على هذه الدعوه الكريمه، and it's my honor to be here and to present this very very important new evidence about the obesity. And طبعا دكتور هاني مباركوت، انا استشاري امراض الباطنه والتغذيه العلاجيه والسكري، واز دكتورة لبنى انا رئيس الرابطه الحضرميه للسكري. و I haven't know to disclose، بس مهم جدا انه نحن to inform you انه a couple of days نحن معانا اليوم العالمي للسمنه يوم 4 مارس ان شاء الله، وطبعا هم رافعين شعار let's start to talk. وماي اوبجكتيفز هي ان وي توك اباوت ذا اوبيزيتي اند تايب 2 دايابيتس ابيدمولوجيكال. راح نشوف ايه الدرايفز اللي بيسبب تايب 2 دايابيتس والايفيدنس اباوت ذا بينيفيت اوف اوبيزيتي مانجمنت، وبنلمحه عن الجايد لاينز. هيبقى معانا الراجل ده الحبوب، هيكون معانا طول المحاضره بتاعتنا. فكلنا بنعرف طبعا ان الاوبيزيتي هي زياده الوزن، ولكن الزياده دي مش بالضرورة إنها تكون فعلاً يعني هي اللي بتعمل correct definition، لكن الزيادة دي هم كترم بيقولوا إنه abnormal and excess fat accumulation، وبيعملوها كبارامترز هي بالبودي ماس اندكس، لكن في حاجات تانية نحن بنستخدمها عشان نقيس الفات اكسس. فالدراسة دي مثلاً تكلمت عن الفات البودي ماس اندكس، ليه فالسس كتيرة وكلكم عارفينها، لأن هي فقط بتعمل متر أوف بيجنس أو عملية تحديد للوزن فقط، لكن في لها فالسس كتيرة حسب زي ما شايفين الراجل اللي هو البودي بيلدر ده، لكن هو البودي ماس اندكس بتاعه عالي. أيضاً الحاجة اسمها الأوبيزيتي بارادوكس، لأنه وجدوا أنه لما once the cardiovascular event once you have obesity you are protected. تخيلوا، ودي موجودة في الأوبيزيتي، حتى بنشوفها في العناية. يعني أنا عندي لما يكون واحد في العناية وعين تخين أنا ما بحبوش، لأنه حيبقى في difficult في الكانيولا، حيبقى difficult في الموبيلايزيشن، لكن تخيلوا أنه المورتاليتي والسيرفايفر بتاعهم تبقى عالية. وطبعا زي ما نحن عارفين في معانا ميتابوليكالي هيلثي، وفي معانا باثولوجيكال أوبيزيتي، بالإضافة لأن الأوبيزيتي نفسها والبودي ماس اندكس it is not involved in the Framingham. طبعا موضوع الأوبيزيتي اتغير، وبقوا يتكلموا عن حاجة اسمها الأديبوزيتي بيزد كرونيك ديسيز، وهو تبنته كثير من الجمعيات وعلى رأسها الأمريكان أسوسيشن فور كلينيكال إندوكرينولوجي، لأنه وجدوا أن الأوبيزيتي نفسه كترم it's impressive term، وفي نفس الوقت هو بيعتمد على بودي ماس اندكس كات اوف، وزي ما شفنا الكات اوف بوينت ليها فالسس كثيرة. يعني ممكن يكون واحد بودي بيلدر لكن البودي ماس اندكس بتاعه 35، ده عنده اوبيزيتي، ده لمسكت السكن بتاعه هتلاقيه فيري ثين. ايضا اتس نوت كونفينج ذا هيلث ريسك اكشنال تيرم تو ديفينيشن، بالاضافه لانه في هناك شبهه الاستجماتيزيشن، لما واحد تقول له انت تخين او انت اللي عندك سمنه ده برضه بروبلم. فالناس بقى فكرت في الترم الجديد اللي اتمنى ان الجميع بقى يستخدمه، اي بي سي دي. اتس فيري سمبل. ABCD طبعا it's initiate the identified as a chronic disease، انه هو adiposity based chronic disease، وهو ذا نيو تيرم طبعا اللي بدأوا يستخدموه الان. بريسس باثولوجيكال بيسز، انه في معانا this is a disease and it is a chronic disease، وبرضه احنا بنبعد من الايه من حكايه الاستجماتيزيشن وال وطبعا ده تبنته الايوسو تمام، وعرفت الأوبيزيتي as frequent, serious, complex, relapsing and chronic disease process. It is not just only increase in body weight. وحسب ما نشوف الدياجرام، أتمنى أن بس الضوء بيكون شغال، بتهيألي مش شغال. الأحمر ده
ده على العموم زي ما احنا شايفين انه البداية هي بتبدأ بالABCD تمام، ولكن عند عيان عنده genetic and environmental predisposition بتتحول القصة الى insulin resistance مع وجود الانفلاميشن اللي بيخلي العيان يتحول لبري diabetes and diabetes and so on. Once he is diabetic على طول بيتحول الى كارديو ميتابوليك بيزد كرونيك ديزيز، وبتبدا عنده الكارديو فاسكولار من هارت فيلير وكوروناري ارتري واتريال فيبريليشن اند سو اون. طيب الابديمولوجي نحن مش محتاجين نراجعها، بس جاست اونلي تو هايلايت انه في علاقه قويه ما بين الاوبيزيتي وما بين التايب 2 دايابيتس. دراسات طويله لا داعي ان نحن نذكرها، حتى انه في مصطلح واغلبنا امتحن السؤال الشهير اللي هو الدايابيزيتي، فالناس كانت في البدايه مش عارفه ايه يعني دايابيتي، هو انه في كونكوردنس او كونكورنس اتاك ما بين التايب 2 دايابيتس اند ذا اوبيزيتي، وبيقول لك ان ده كل كيلوغرام بيرفع الريسك فور تايب 2 دايابيتس ب 4.5. والميديكال كومبليكيشن اوف اوبيزيتي كلنا عارفينها ومتعدده، ولكن على راسها هي الكارديو فاسكولار ديزيز والتايب 2 دايابيتس، والايفيدنس كلها بتحد انه مع زياده الوزن اكيد بيكون في زياده للاتاك اوف تايب 2 دايابيتس. والكلام ده حتى even in the population base، يعني حنلاقي انه في أستراليا مع زيادة الوزن زادت الأوبستي، في أمريكا مع زيادة الوزن زاد الديابيتس، وأيضا 100 مليون دراسة اللي في مصر حددت أنه أيضا نسبة الأوبستي عالية وأيضا نسبة الديابيتس. أنا مش محتاج أني أتكلم أمام المصريين، ولكن أنا أتشرف أني أعرض لكم الدراسة، ودي لسه ريسنت ستدي من اليمن في ديسمبر 2023. إحنا لليمن للأسف عندنا الدبل بيردن بقى، عندنا الأوبستي وعندنا الأندر ويت، ودي تعتبر تشالنج قوية. زي ما أنتم شايفين الأوبيزيتي 10% والأوفر ويت 20%، يعني 30% أوفر ويت وأوبيزيتي، لكن في المقابل عندنا برضو أندر ويت عندنا تقريبا حوالي 21%، دبل بيردن. المفروض أن 21% دي تكون 8% ويكونوا كلهم في النورمال، يبقى نحن في اليمن بنعاني. وطبعا نحن لو رجعنا الداتا في 2008 و2016 كانت نسمة الأوفر ويت والديابيتس كانت أكتر، لكن هي قلت على كده بسبب طبعا الحرب وبسبب البوفيرتي وبسبب اللو إنكم. الأوبستي إيه اللي بيخلي الأوبستي تبقى درايفر تو كارديو ميتابوليك and ديس ميتابوليك؟ القصة هي الإكسس of eating and calorie. لما الواحد بيزيد الكالوري اوف كورس انه بتزيد هناك الترايجلسرايد ستوريج، وبتي بتتحدد في الستوريج عندنا حاجتين بتحصل، يا اما انه بيزيد السايز اوف اديبوسايت او بيزيد النمبر اوف ذس اديبوسايت. ولكن وانس ذس اديبوسايت اتس بيكامينج انفلامد، هنا بيحصل الباثولوجي اللي بيسبب لنا الانسولين ريزيستنس. فزي ما شفنا انكريز ان كالوري انتيك بيزيد معانا الاكسس اوف ترايجلسرايد والاديبوسايت، لما بتزيد بالسايز بيحصل انفلاميشن وبيزيد الفري اسيد، وبعد كده بيسبب لنا انسولين ريزيستنس، وده بيسموها الباثولوجيكال اوبيسيتي. لكن في الرنب الثاني ممكن الشخص برضو بيزيد بالبودي ويت، ممكن يكون عنده جينيتك بروتكشن او حاجه زي كده، ممكن انه في اكسس لكن بيزيد النمبر اوف اديبوسايت، لكن there is no inflammation، وهذه ما بنسميها الميتابوليكالي هيلثي اوبيسيتي. لكن this is a transition period، ممكن يتحول بعدها على طول على فكرة لباثولوجيكال obesity، ممكن تستمر هذه فترة بسيطة وممكن تضل. طب إيه هو اللينك؟ طبعا there are three link اللي بيحدد أنه الobesity هي اللي بتسبب الكارديو ميتابوليك. رقم واحد الانفلاميشن، رقم اثنين معانا الاكتوبيك فاكت ديبوزيشن سبيشالي في الليفر في البنكرياس وأيضا في السكيليتال مسل، وأخيراً ميتوكوندوريال ديسفنكشن، وهي تعتبر تقريباً الكي رول فور ذا كارديو ميتابوليك ديسريجوليشن اللي بيحصل. تمام، فاليونيفيد فيلد اللي ما بين الدايابيتس والأوبيزيتي تمام بيخلي أنه فافرينج ذا ويت جين أند ذا ميتابوليك إمبيرمنت أولسو كونتربيوتنج تو بيتا سيل، وكل الحاجات دي اللي نحن قلنا أنه في الإكسس أوف نيوترينت والكالورين إكسس هي اللي بتعمل ديليتيرس إفكت إن ذا سيلز، بيعمل إنفلاميشن، بيعمل ستريس على الإندوبلازمك ريتيكولم، بيزيد الراس اللي هو الرياكتيف أوكسجين راديكالز أند سو أون.
وزي ما احنا شايفين بانه الاي بي سي دي بتبدا في البدايه مع جينيتك بريديسبوزيشن اند انفايرمنتال، لكن بتتحول ستيب باي ستيب انتو ا كارديوفاسكولار ديزيز. فعيان عنده انفايرمنتال وعنده جينيتك بريديسبوزيشن، متى ما كان في اكسس اوف كالوريز وحصل عندنا انسولين وانسولين ريزيستنس، على طول بيتحول للمرحله الثانيه اللي هي البري دايابيتس والديسليبيديميا والميتابوليك سيندروم والبري هايبرتنشن، ودي اللي بتدخله بعد كده للهايبرتنشن والتايب 2 دايابيتس والاند ستيج اللي هي بنسميها الاند اورجان دامج مثل الكارديوفاسكولار والهارت فيلير اند سي كي دي اللي هو كرونيك كيدني ديزيز. لكن اذا كان حصل تدخل من البدايه بحيث انه تو تارجتنج دايابيتس او عفوا اوبيزيتي من البدايه، فبالتالي ذير از نو انسولين ريزيستنس and there is no beta cell dysfunction. So all things will be eliminated. Simple. بالتالي التارجت نحن لازم يكون من البداية يا جماعة the obesity. الإيفيدنس حددت بأنه طبعاً الـ benefit of weight loss 5-7% بأنه لها benefit على reduce the risk of type 2 diabetes, reduce cardiovascular mortality, improve the lipid, improve the blood pressure, improve the obstructive apnea and so on. ودي طبعاً اللي ذكرها الدكتور زميلي الفاضل الدكتور محمد حسن الدايركت اللي أكدت فعلاً بأنه الستريك أو calorie restrict راح أدى إلى أكثر من 15% weight loss، أكثر من 15%، هو يمكن ذكر عن 15 كيلوغرام، لا هي 15% weight loss. شوفوا كم كانت نسبة الريميشن يا جماعة، ريميشن بمعنى، وهذه محاضرات تكررت، ولكن الجديد في الدراسة دي أنهم لما عملوا continuation لمدة سنتين استمرت أيضا الريميشن. ولا ننسى أنه الدراجز كثيرة، وطبعا انا لن اخوض فيها، ولكن معنا السيماغلوتايد، معنا التيرزابيتايد اللي هو المونجارو، وكل اول ذيس طبعا دراجز از افيليبل، وكانت الاند بوينت بتاعتها هي الاي 1 سي كذا ديابيتيك كنترول، ولكن وجدوا انه لها بينفيت على البودي ويت ايضا. واستخدم ايضا التيرزابيتايد از ا بودي ويت بير سيلف بير سي نوت فور دايابيتس كنترول، وطبعا هو كلنا حسب ما نعرف انه هو الاف دي اي ابروفد فور ويت مانجمنت. مهم جدا نتكلم عن البرياتريك سيرجري والميتابوليك سيرجري اللي ليها افكت طبعا عظيم جدا في الريميشن، وذكر هذا الكلام. ولكن الجديد اللي انا احب اني اطرع لكم اياه هي الدراسه اللي كانت بالضبط قبل سنه، بالضبط شهر 3 السنه اللي فاتت، الا وهي اني اكدت انه ديكريز البودي ويت سبب ايه؟ سبب امبروفمنت اند كرونيك كومبليكيشن، حيث انه عمل ستابلايزيشن للريتينوباثي وعمل ايضا امبروفمنت للنيوروباثي، ودي حاجه طبعا تعتبر جديده بالنسبه للميتابوليك سيرجري، نوت جاست اونلي ديكريز ذا ويت اند كنترول ذا ديسجلايسيميا، ولكن ايضا عملت امبروفمنت الكومبليكيشن. والريسنت ستدي دي بالنسبه للاوبستي مانجمنت انه وي ماست تو تيك ات از تو تيك ا تايم تو ريفريم ذا كونفرزيشن اباوت ذا تايب 2 دايابيتس. وخلونا نخش على طول الجايد لاين عشان there is a loss of weight، وكلنا في 2015 كنا نعرف انه الديابيتس مانجمنت كان هو جلايسيميك كنترول، والصوره الشهيره اللي كانت في ساعتها حاجه جديده وكلنا بنتعلمها، لكن كان التارجت هو جلايسيميك كنترول 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب اب تو انسولين اند سو اون. لكن تغير الحال سبحان الله، واصبح الان في كارديوفاسكولار ريسك فاكتور، في معنا كارديوفاسكولار اند بوينت، في معنا تارجتنج ذا ويت، في معنا بعد كده في الاخر طبعا بتاعتنا بتاعت اليمن وين ذا كوست از ذا ايشو. تمام. فطبعا حددت انه عمليه الهوليستيك ابروتش فور دايابيتكس بيشنت يو ماست تو فوكس نوت اونلي اون ذا جلايسيميك كنترول، ولكن ايضا يو ماست تو فوكس اون ذا بودي ويت اند سو اون. السنترد هو البيشنت طبعا، يجب ان يكون في النص. بعد كده هو من خلال الاربع المراحل، من خلال الميديكيشن تو جلايسيميك كنترول، الويت مانجمنت، الكارديوفاسكولار ريسك مانجمنت، اند اولسو ذا كارديوفاسكولار بروتكشن زي الكوروناري والكرونيك كيدني ديزيز اند سو اون. وحددت ان في كل لمس اكيد في تدخلات، ومن اهمها طبعا بالنسبه لنا هي البودي ويت. وبالتالي نحن يهمنا انه نقول بانه وي ماست تو تارجت the body weight
and not only to target the glycemic control. نحط الglycemic control والbody weight في ناحية والcardiovascular risk factor and the cardiovascular protection في الناحية الثانية, ودي مهمة جدا to prevent the complication and to proper control the diabetes, لأنه الevidence بينت إنه this is فعلا إنه this is a very very important strategy to cure diabetes. ويسعدني أن أحييكم وأبعث لكم السلام من كل اليمنيين ومن كل الأحباء في حضرموت وفي المكلا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.